السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جايب لكم شرح ازاي نحل مشكلة لا يوجد اتصال بالانترنت في برنامج الكاب كات. قبل ما ابدأ الشرح ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. يلا بينا على الشرح. يلا بينا. في ناس لما بتيجي بتحفظ الفيديو بيقول لها لا يوجد اتصال بالانترنت، وفي ناس عندها الرسوم المتحركة برضو بتيجي تخش عليها بيقول لك لا يوجد اتصال بالانترنت، وفي ناس بيجيلها عند المؤثرات بيقول لها برضو لا يوجد اتصال بالانترنت. انا جايب لكم النهارده الحل ان شاء الله، وركزوا معايا، اتفرج على الفيديو قبل ما تعمل اي حاجه وبعد كده نفذ الخطوات. كل اللي علينا هنمسح النسخه اللي عندنا بتاعه الكاب كات، بعد كده هنخش على متجر بلاي. تابع معايا الخطوات دي بالظبط علشان الطريقه دي شغاله 1000000% مش 100%. كل اللي عليك هتخش تحمل برنامج الكاب كات اللي هو الاصلي من على المتجر بلاي عادي، هتدوس على تثبيت وهتستناه لما يحمل. بعد ما تحمل معانا هنخش عليه زي ما انتم شايفين، بعد كده هتدوس على القبول والاستمرار، وهتيجي عند انا اللي هو البروفايل، وهتعمل تسجيل دخول بالبريد الالكتروني، هتلغي كده وهتدوس على تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني، هنستنى ثواني. بعد كده هتدوس على سجل الاشتراك اللي هي تحت ديت، هتدوس عليها وهتدخل البريد الالكتروني بتاعك. طبعا انا هسيب لكم برنامج على قناتي على التليجرام، انا برفعه قدامكم زي ما انتم شايفين، برنامج هيبقى اسمه تيم بميل. البرنامج ده بيعمل ايميلات وهميه، اوريكم دلوقتي كل حاجه. بعد ما تحمل البرنامج هتخش عليه زي ما انت شايف كده. طبعا انا مني كنت عامل ايميل، فاعمل معاكم ايميل تاني جديد علشان نمشي مع بعض خطوه بخطوه. بعد كده هتدوس على نسخ، بعد كده هنيجي على برنامج الكاب كات، هنعمل لاسك للبريد الالكتروني وهتدوس على استمرار. هيجي لك رسالة على البرنامج، هنخش كده على البرنامج وهندوس على صندوق الوارد، هتلاقي الرسالة جات لك زي ما انت شايف، هتخش عليها وهتنسخها وهنحطها في البرنامج. طبعا البرنامج الكاب كات بيجيب اعلانات زي ما انتم شايفين اللي هو البرنامج الاساسي، هنلغيها كده وهنعمل لاسك للكود وهدوس على استمرار، وبيقول لك هنا اكتب كلمة السر، اكتب كلمة السر اللي انت عايزها وهتدوس على استمرار. وهنا بيقول لك تاريخ ميلادك، انا بالنسبة لي عادي اعمل اي حاجة، وهتدوس على استمرار. وبيقول لك نختار اللقب، تكتب اي اسم عادي، انا اكتب يوسف او جوزيف او اي حاجة، وتدوس على تأكيد. الايميل اللي اتعامل معانا زي ما انتم شايفين، هنيجي على تعديل كده وهندوس على مشروع جديد، وهتدوس على سماح، وهتدوس على صور، وهتختار اي نموذج كده ولا اي حاجة، هنجرب اوريكم بس حاجة السريع. بعد كده هنخرج كده من البرنامج وهنمسحه. تمام، هنمسح الكاب كات اللي هو الرسمي. بعد كده هنخش نحمل برنامج الكاب كات. طريقة تحميل البرنامج، كل عليك هتخش على اللينك اللي هسيبه لك في قناتي على التليجرام او اسفل الفيديو على اليوتيوب. بعد كده هيفتح لك الصفحة دي زي ما انت شايف، هتنزل تحت وهتدوس على فري داونلود، وهتنزل تحت هيظهر لك هنا بيقول لك باسورد، هتدوس عليها وهتكتب 2003. بعد كده هتدوس على انا لست برنامج ريبوت، وهنستنى 22 ثانية. بعد كده هتدوس على كرييت داونلود لينك، هننزل تحت كده بيقول لك بليز ويت. بعد كده هتدوس على كليك هير داونلود، هتلاقي البرنامج بيتحمل معاك زي ما انت شايف اهو قدامك بيحمل معاك. بعد ما تحملوه هيظهر لكم بالايقونه ديت، هتدوس عليه وهتدوس على انستول وهتدوس على تثبيت. هنستنى ثواني هيتثبت معانا. طبعا النسخة ديت غنية عن التعريف، طبعا مش عارف اقول النسخة ديت ايه عشان الفيديو ما يتحذرش. بعد ما النسخة اتثبتت معانا هندوس على فتح. ركزوا بقى معايا في الخطوة ديت عشان دي اهم خطوة في الفيديو كله. بعد كده هتدوس على قبول والاستمرار، وهتدوس على تسجيل بالبريد، هندوس على سماح نفعل الاذونات بس الاول كده، وبعد كده هندوس على التسجيل بالبريد. شفتوا البريد اللي احنا سجلنا بيه في تطبيق الواتساب اللي هو الرسمي اللي على المتجر بلاي، هنسجل بنفس البريد ده هنا، بس مش هنعمل سجل الاشتراك، هنسجل البريد على طول. هنخش كده على البرنامج اللي هو بتاع التيم بميل وهننسخ البريد. انا ماشي معاكم خطوه خطوه، انا اصلا انا ممكن اعمل لاسك كده كده عندي متسجلين، فانا ماشي معاكم خطوه خطوه عشان محدش يقول لي ده ازاي وحصل ومش عارف ايه والكلام من ده. هندوس على نسخ برده تاني، وهنيجي نعمل لاسك للبريد الالكتروني، وهنكتب كلمة سر اللي احنا كتبناها في البرنامج التاني. ركز عشان في ناس بتكتب كلمة سر اي حاجة، لا اكتب كلمة السر عشان هتيجي تكتبها كمان في البرنامج ده، وهتدوس على استمرار. زي ما انتم شايفين النسخة تسجل معانا زي ما انتم شايفين. طبعا هنا بيقول لك
اشترك في قناتي على التليجرام عشان لو في تحديثات ولا حاجة. فيفضل انك تشترك في قناتي على التليجرام عشان لو في تحديثات ولا حاجة ولا في مشكلة تقول لي وانا ان شاء الله انزل لكم الحل. هنوصل لاحقا كده زي ما انتم شايفين، وهنيجي عند القوالب كده. في ناس كان بيجي لها قوالب لا يوجد لصلب الانترنت، هنجرب كده مع بعض واحدة واحدة. اهم حاجة بس نخش نشوف الايميل اتسجل ولا لا. زي ما انتم شايفين الايميل اتسجل معانا اهو، بس النت بطيء عندي شوية. هنيجي بقى نخش على القوالب، هنشوف القوالب هيقول لي لا يوجد لصلب الانترنت ولا هيشغل قوالب معانا على طول. هنستنى ثواني. طبعا انا قلت لكم النت عندي بطيء شوية عشان برفع لكم النسخة بتاعت الكاب كات وبرفع لكم البرنامج بتاع التمبي ميل. زي ما انتم شايفين القوالب شغاله معانا بدون اي مشاكل، ولا بيقول لك لا يوجد اتصال بالانترنت ولا هيقول لك اي حاجه، القوالب هتشتغل معاك عادي. في ناس بتقول لي على قناه على التليجرام بيجي لي خلفيه سوداء لما اجي بعمل القالب. هتيجي مثلا تخش على القالب زي ما انت شايف، هي بس بيبقى مشكله نت معاك. ادي القالب معاك اهو، وهتدوس على استخدام القالب، وهتدوس على سماح، وهتختار الصوره ولا المقطع الفيديو اللي انت عايزه، وليكن انا هختار اي صوره، وهتدوس على التالي. هنستنى بيحمل معانا المؤثرات اهو زي ما انت شايف. بعد ما حمل معانا الفيديو اتعمل معانا اهو بدون اي مشاكل ومجلناش الشاشة السوداء اللي انتوا بتقولوا عليها، وهتدوس على تصدير الفيديو هيتصدر معانا بدون اي حاجة. هتدوس على تصدير كده عادي اهو زي ما انتوا شايفين بيتصدر معانا الفيديو. دي اول مشكلة حليناها بتاعة القوالب بتاعة الشاشة السوداء. تعالوا بقى نحل مشكلة المؤثرات والمشاكل التانية اللي بتواجهكم. هنرجع كده وهنيجي على تعديلات وهنعمل مشروع جديد، وهتختار اي صوره واي فيديو او اي حاجه، وهدوس على اضافه. زي ما انتم شايفين الكاب كات شغال معانا اهو بدون اي مشاكل. هنيجي نخش كده على اول حاجه المؤثرات، هدوس على المؤثرات وهدوس على مؤثرات الفيديو. هنستنى ثواني بيحمل معانا. زي ما انتم شايفين المؤثرات شغاله معانا ايه بدون اي مشاكل. اعمل المؤثرات اللي انت عايزها. هتيجي كمان تخش على البرو هتلاقيه شغاله. طبعا كان بيجي لنا مشكله اللي هي بتاعه لا يوجد اتصال بالانترنت. في لما تيجي تدوس مثلا على اي حاجه هنا بيقول لك لا يوجد اتصال بالانترنت، طبعا هي شغاله معاك بدون اي مشاكل. هتدوس على اللي انت عايزه هتشتغل معاك. طبعا بس النت عندي بطيء شويه زي ما عرفتكم في اول الفيديو. هنستنى ثواني كده. زي ما انتم شايفين المؤثرات وكل حاجه شغاله معانا زي ما انتم شايفين بدون اي مشاكل. هتدوس على اللي انت عايزه وهيتعمل معاك. طيب تعالوا نشوف المشكله الثالثه. هندوس كده على الفيديو، هندوس على الرسوم المتحركه. الرسوم المتحركة ديت برضو كان بتيجي عند الناس لا يوجد اتصال بالانترنت. زي ما انتم شايفين الرسوم المتحركة شغالة معانا ايه بدون اي مشاكل. تعالوا نشوف المشكلة برضو بتاعة الكابشن. هنضيف كده اي فيديو وهتدوس على اضافة، وهعمل الكابشن زي ما انتم شايفين شرح تلقائي. هتلاقي القوالب بتاعة الكابشن قدامك ايه هتحمل معاك. نستنى ثواني، انا بس عندي النت بطيء. زي ما انت شايف الكابشنات بتاعة القوالب قدامك ايه، هتضيف اللي انت عايزه وهتدوس على انشاء هيشتغل معاك عادي بدون اي مشاكل. وكمان تعالوا بقى نشوف المشكلة بتاعة التصدير. بيقول لك بعد ما تعمل الفيديو وتيجي تدوس على التصدير بيقول لك لا يوجد اتصال بالانترنت. مثلا انا كده عملت الفيديو وهدوس كده على تصدير قدامك اهو زي ما انتم شايفين هيحمل معانا. زي ما انت شايف جالنا جار التصدير كده حلت لكم جميع المشاكل بتاعة لا يوجد اتصال بالانترنت. ياريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة، ولو واجهتك مشكلة معاك في البرنامج اكتبها لي في التعليق او كلمني على التليجرام وانا ان شاء الله هحلها معاك. بس كده يا صاحبي، لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لي فولو. سلام. بيحمل معاك.